الو، لا بعد ما وصلوا. انا مش فاهمه لشو تبعتي لي اياهم انت، ما انت بتعرفي انا قديش بضلني بحنتف وبنظف بالبيت، بيتي عم بيضوي الدوي مش ناقصه شي. ليكي هلا وصلوا، بنرجع بنحكي بعدين. يا لطيف يا لطيف، ما عم بفهم لشو كل هالعده. يعني يا ميت اهلا وسهلا، هلا بتشوفوا بيت نظيف ما بده شيء، انجا نص ساعة. لك لشو لتزيحوا للبراد؟ امبارح انا بعدني منطفة تحته صدقني. بس يمهم هاي البقعة تحديدا ما رح تروح معك، صرت مجربة فيها كثير. انا عم بنصحك والله ما انتم نايمين، شو بتستعملوا انتم كمان؟ اه كمان كلينكم. يلا يعطيك العافية. تصدق أنا كنت مفكرة لونه بيج لهيدا مش أبيض، فاجأتني بهاللون صراحة. ما أنا ما نظفتهم، قلت رح تشتت الدنيا. دايما بنظفهم بس الولاد وعجتهم بتعرف. وقال شو؟ قال نحن بننظف، تعي شوفي كلينكو كيف بنظفوا. ولك ما تركوا دارية غير ما نظفوها. قلبوا البيت فوقاني تحتاني، ومش بس هيك جايبين معهم كل شيء. كلينكو، نهتم بأدق التفاصيل.